وقلنا إذا كان الاستئذان مطلوب في بيت الخاص وإلقاء السلام بالتفاصيل اللي قلناها الحلقة الماضية، فهو أولى في بيت غير بيتك. فالقرآن يقول بشرطين ما تروحش البيت إلا بشرطين، بيت الآخرين حتى تستأنسوا، ووقفنا مع تستأنسوا في المرة القادمة ونكمل اليوم أن تستأنسوا مش تستأذنوا بس، لأن الاستئذان ذكر في القرآن كثير. فأذن لمن شئت منهم يستأذنونك وهم أغنياء، لما أذنت لهم لما أذنت لهم. الاستئذان جه في القرآن كتير جدا، وإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت لهم. فلو ربنا أراد الاستئذان لذكرها صراحة، إنما الاستئناس الأهل المعاجم واللغة قالوا الاستئناس في معاني جميلة جدا، الاستعلام والاستكشاف، كما قلنا سيدنا موسى إني آنست نارا، يعني اكتشفت، آنس من جانب الطور نارا اكتشف. فاستأنسوا يعني اكتشفوا، هل البيت اللي أنا عايز أزوره أو الأسرة اللي أنا عايز أزورها ظروفها تسمح بالزيارة ولا لا تسمح، أحوالها ماديا ومعنويا وزمانيا ومكانيا وظروفا تسمح ولا لا تسمح. أدي الاستكشاف. الله الله. وإيه معنى كمان الاستئناس؟ الاستعلام، ألو حضرتك متاح، ظروف حضرتك إيه عشان أجي أزورك، الأيام اللي تسمح فيها إيه، ده سنة أمال إيه، ده شريعة، ده منهج، ده دين، ده إسلام. وإيه كمان يبقى استكشاف واستعلام والاستئناس، استأنسوا ضد الاستيحاش، إيناس ووحشة. يعني إيه؟ أما تدخل وإنت فيه أنس كده، أنس من صاحب البيت وأهل البيت وأنس منك، فلازم يبقى فيه استئناس وحب وتقارب، إنما الوحشة يبقى محدش طايق حد. ذلك كانوا زمان يعلمونا كده، لما يبقى حد داخل البيت غريب مش من أهل البيت فيقول يا أهل الله، يا جماعة اللي هنا اللهم صل على النبي، يا حج فلان بسم الله ما شاء الله. ليه؟ بيديه بإنذار عشان يستأنسوا بيه، ما يتفاجئوش ما يتصدموش. يبقى ليه ربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ولم يقل تستأذنوا. يبقى الاستئناس فيه الاستكشاف، اكتشف الزيارة الأول متاحة ولا لا، والاستعلام ظروفهم تسمح ولا لا، وضد الاستيحاش عشان هم ما يقلقوش مني ولا يستوحشوا مني، يبقى فيه أنس بينه وبينهم حتى تستأنسوا. الشرط الثاني وتسلموا على أهلها، تلقي السلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام القلبي مع اللفظي، وسلام الجوارح مع سلام اللسان. قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وإلقاء السلام يعني فيها أمن وأمان، طالما أنا ألقيت السلام وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى أنا أسلمك مني وأنا أسلم منك، عقد، كأنه عقد أمن وأمان واطمئنان. يبقى دي الشرطين، عرفتوا ليه ربنا قال تستأنسوا وقال وتسلموا على أهلها؟ ها